عمرنا ما بننجح مرة واحدة كده لازم نتعب ونجتهد ونعدي بمشاكل كتير وحاجات كتير صعبة معنا النهاردة كابتن مجدي صاحب شركة في اي بي للحراسات الخاصة من النماذج المشرفة في اسماعيلية من النماذج اللي اشتغلت بجد على نفسها وتعبت من الصفر لحد النهاردة ما هي صاحبة أكبر شركة حراسات خاصة على مستوى محافظات القناه وعلى مستوى الجمهوريه كلها اهلا بيك كابتن مجدي اهلا وسهلا انا معاك النهارده انا والله مبسوطه جدا 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 ومبسوطه اكتر بمهرجان في اي بي انا من دلوقتي مستنيه في اي بي 3 وكل الايفنتات اللي انت بتعملها لانك واجهة مشرفه لمحافظه اسماعيليه والمصر كلها وكفايه ان احنا نشوف حاجه بالعظمه دي يعني بنسمع عن إدار يعني كذا مؤسسه عشان تقدم مهرجان مشرف انما انت كشخص واحد تقدر تقدم لنا حاجة مشرفة زي كده فبجد للمرة الثانية شابوليك ودي حاجة نعتز بيها ان احنا عندنا شخصية نقدر نعتمد عليها في ايفنتيات كبيرة جدا وتدينا صورة مشرفة وكواليتي حلوة جدا في وسط المهرجانات الكبيرة اللي نسمعها. شاء الله سيزون 3 باذن الله. باذن الله ده, ده اكيد انا الله انا هجزى التيكت بتاعي من دلوقتي. باذن الله. عرفنا بقى بيك اكتر وعرف انا عارفاك شخصيا عايزين نعرف جمهور ضيافة بيك اكتر. انا محمد مجدي الشهرة مجدي محافظ اسماعيليه. آه رئيس مجلس اداره شركه في اي بي اسماعيليه تامين وتنظيم الحفلات والتجهيزات ورئيس مهرجان الفي اي بي اسماعيليه آه اهلا بيك منورنا اهلا بحضرتك تعالى بقى نتكلم شويه كده عن في اي بي في اي بي اشمعنى في اي بي آه يعني آه كل الاسامي اللي في الدنيا <applause> اخترت في اي بي هي كلمه في اي بي معناها فيري امبورتنت بيرسون تمام آه معناها حد مميز او حد مهم مم. في بدايتي ان انا كنت حابب اصلا ان شركتي تبقى حاجه مميزه وحاجه مهمه في مجالها فاخترت الاسم ده وكنت شغال فعلا على الكلام ده كله بعد عشر سنين فعلا الكلام ده دلوقتي اتحقق وانا قاعد قدامك فيري امبورتنت بيرسون ده اكيد وشركتي من الشركات المهمه جدا في جميع المحافظات الحمد لله ما عادش في اسماعيليه بس لا انت عندك عدد كمان من الجردات مهول يعني يا ريت زمايلي في الكنترول يبداوا يعرضوا لنا الفيديوهات احنا انت وصلنا ل 150 جرد, جرد. الحمد ده, ده انا في البيت اخواتي مطلعين عين بابا واحنا ثلاثه انت ازاي مسيطر على 150 جرد الحمد لله بفضل الله هم طبعا اخواتي بعيد عن الشغل اكيد ما هو آه النجاح المشترك آه يعني اللي بتبقى اسره مع بعض يعني زي ما أوه. بيقولوا كده احنا اسره مع بعضينا ده بيطلع نتيجه رهيبه ونجاح عشان رهيب عشان مخلي احنا بعيد عن الشغل احنا اصحاب اخوات اصلا يعني احنا اصحاب من اخوات بنود بعض في مناسبات اي حد عنده اي ظروف احنا كلنا بنكمل بعض هي يعني مش فكره رئيس ومرؤوس انا ما عنديش كده اه رئيس ومرؤوس هم عارفين الحته دي بس فكره رئيس ومرؤوس في الشغل هم كل واحد رئيس نفسه وكل واحد عارف اللي ليه واللي عليه بنشتغل الاوردر هو عارف بيعمل ايه لا تعالى كلمني عن ال 150 جردات فيهم بنات يا مجدي اه يعني ايه بصي انا انا عايز تاخد اطفال المرحله الجايه في بدايتي في سنه 2010 في بدايه شغلي احنا كنا اشتغلنا ابتدينا ثلاث جردات اربعه خمسه لغايه ما وصلنا ل 10 اول ما وصلنا ل 10 كنا بنشتغل تامين حفلات كويسه فكان كان بيبقى عندي مشكله ان الجرد ان انا بيبقى فيه سيدات داخله ومطلوب مني حته التفتيش فلازم يبقى عندك ففيه عنصر في سيدات نسي. ما كانتش بتقبل اصلا ان انا ازاي افتح شنطتها وافتشها واشوف الحاجات اللي جواها وكل الكلام ده كله فبدات يتقبلوا بوجود عنصر نسائي اه بدات يعني في اول موضوع ما بدات اعرض على بنات عندي في اسماعيليه كانوا اصلا مستغربين الموضوع آه بس آه فكره ان هي فكرة تيجي غريبة. وعملنا لها تريننج وازاي تفهم وازاي تبقى عندها شخصيه بتتكلم بيها وعندها كاريزما وقفة فعلا تخليكي تحترميها ده خد معانا وقت شوية بس الحمد لله رب العالمين دلوقتي احنا كنت امبارح في اوردر في محافظة بورسعيد اه كان عندي تأمين كنا نازلين بخمس جردات بنات عشان برضو التأمين ده كان محتاج البنات مم. الحمد لله رب العالمين الناس شكرتنا جدا على اليوم اه فده دلوقتي بقى مدلول كويس جدا ان احنا جرد بنات وجرد رجالة وعندنا تنظيم فالحمد لله رب العالمين 150 جرد اخترتهم ازاي مكس. يعني اكيد عندك شروط رفيع تخين كذا كذا يعني اكيد بصي يا الحته, الحتة رفيع تخين انا بالنسبه لي <applause> الجارد بالنسبه لي حكتين اه الحقيقه طبعا مطلوبه أو. بس العقل واللسان هما اللي بيحلوا اي مشكله في اي ايفنت مش فكره ان انا جارد شكلي ضخم وبخش تمام بخوف اللي قدامي لا انا ممكن اكلمه كلمتين اخلص الموضوع تمام لو انا دماغي شغاله اعرف احل الموضوع فانا عندي متطلبات في متطلبات كده في الجارد اول حاجه السن من 25 سنه لغايه 40 سنه ده السن تمام عشان بعد 25 سنه بيبقى هو يعني سن الطفوله ده شويه قل اه عدى هيعرف هو يعرف يعمل يعني كونفيرم على نفسه يتكلم يعرف يتصرف يعرف يعمل يعني كونفيرم على نفسه كويس جدا أو. تمام حته الحاله الجنائيه انا بطلب فيشو تشبيه من اي جارد يشتغل عندي ده اكيد ده في كل الوظايف لان انا بالنسبه لي ان انا ببقى طالع اوردرات في محافظات وفنادق فبيطلب مني البطايق بتاعتهم بيطلب مني الداتا بتاعتهم فما ما ينفعش ابعت داتا وحد عليه مشكله فده بوظ شغلي طبعا تاني حاجة الطول ما يقلش عن 180 سم بالنسبة لي ماليش مكان يا مجدي خلاص خلاص عرفت خلاص <applause> بس آه بعد كده أي حاجة بعد كده إحنا بقى بنبدأ نعمل له تريننج يعني بنبدأ ندربه ونشوف ايه هو عنده إيه كويس وإيه عنده ناقص ونبدأ نزوده له اه بس طب مجدي يعني أنا عايز, عايز أقول لك آه حاجة حتة إن إحنا ابتدينا من 10 وصلنا ل 150 فإحنا لو اللي معانا ال 10 مش مبسوطين فمش هنوصل طبعا لل 150 فالناس بتبدا بقى عندنا قابليه ان الناس بتسالنا دلوقتي احنا عايزين نشتغل معاكم اه بس بس الحمد لله عايز اعرف انت بتجهز لايه المرحله الجايه المرحله الجايه احنا عندنا ايفنت ده حصر ليكو المفروض ان هو يبقى فيه في شهر اتنين بس ان شاء الله ربنا يعدي ازمه كورونا دي على خير ما تكررش تاني اكيد ده اسمه ملتقى خبراء التجميل الايفنت ده, ده اول مره انت في شهر اتنين بعد عيد الحب ان شاء الله في اسماعيليه برضه في اسماعيليه اه انا انا محافظ اسماعيليه وانا عايز أظهر محافظتي جدا اسماعيليه بلد فيها اماكن حلوه جدا مم. بلد بينها وبين اي محافظه مسافات ما كملتش ساعه أوه. فيها فيها منظر البحر كفايه جدا فيها فنادق على اعلى مستوى طب ليه انا اروح اعمل بره مم. تمام فانا عامل ملتقى خبرات التجميل ده ده ايفنت عملي انا مع الاسف يا مجدي يعني صحابي في الكنترول عمالين يبلغوني ان وقت الحلقه بتاعنا يعني انا متنكده بجد انا طبعاً. بجد استمتعت والله العظيم وحلقتنا احنا ما خلصتش احنا لينا حلقه تانية مع أكيد مجدي. طبعا هتشرفنا ان شاء الله وهنكمل كلامنا عن ايفنتات شركه في اي بي وتجهيزات في اي بي اللي جايه ان شاء الله حاجه باذن, بإذن الله. الله يعني خارج التوقعات اكيد, أكيد. دي حاجه انا, أنا متوقعه ومتاكده منها انا متوقعه دايما الافضل من شركه في اي بي ومتوقعه الافضل دايما منك انت شخصيا شخصيه مجتهده جدا وبتحب تشتغل على نفسك كتير واكيد هيجي احسن واحسن واحسن آه مع الاسف خلص وقت ضيافه بس ضيافه طبعا لسه مكمله معاكم استنونا يوم الاحد الجاي ان شاء الله وحلقه جديده وانتظروا كابتن مجدي معانا ان شاء الله في فقره جديده